هاي شخباركم؟ طبعا مثل ما تعرفون او مثل ما يعرفون اللي تابعوني بعد في انستغرام في سناب شات اني كنت مسافرة اخر فترة، عشان كذي انقطعت عنكم تقريبا مدة اسبوعين او اكثر. كنت تحديدا في الهند وتوني راجعة، وقلت بما ان انقطعت عنكم وكنت مسافرة ليش ما اسوي لوك الميك اب اللي انا احب اسويه في السفر. وهذا هو اللوك. اللوك طبعا وايد طبيعي، وايد بسيط، مناسب حق السفر. فاذا حابين تعرفون البرودكتس اللي استخدمها والخطوات اللي اسويها في مكياج السفر، بليز كيب واتشينج. سو عقب ما حطيت المويسترايزر وكريم العيون وخليتهم لمدة 5 دقائق تقريبا على البشرة، الحين ببدأ بالميك اب. اول شيء بحطه هو برودكت من ميك اب فور ايفر اسمه الترا اتش دي سكين بوستر. طبعا تكلمت عن هالبرودكت قبل في قناتي ووايدين قاموا يستخدمونه مؤخرا. هذا مثل برايمر ينحط على البشرة قبل الميك اب مثل ما تشوفون بهالطريقة يكون. هذا المستحضر خاص انه يعطي هايدريشن او ترطيب للبشرة، وهذا الشيء وايد مهم في السفر. فعشان كذي بحط منه على البشرة وبعدين بحط برايمر ثاني. عقب ما خلصت من الميك اب فور ايفر اتش دي سكين بوستر، الحين بستخدم برايمر من ميبلين اسمه بيبي سكين انستنت بور ايريزر. طبعا هذا البرايمر سعره وايد زين، متوفر في الدراج ستور، حلو تاخذونه حق السفر لانه بتستخدمونه كل يوم تقريبا. بالنسبه لي انا احب تكون منطقه الجبهه والانف والذقن كلهم مات، فوايد مهم اني استخدم ميك اب برايمر يحافظ على هاي المنطقة بدون اي زيوت او دهون خلال اليوم. فالحين بستخدمه بس على هاي المناطق هني وهني وهني. والحين بنبدأ بالميك اب، واول شيء ببدأ فيه هو الكنسيلر. بستخدم الكنسيلر كفاونديشن. طبعا بستخدم ماك برولونج وير كنسيلر رقمي فيه NC35. وايد تكلمت عن هذا الكنسيلر، وايد احبه لان تركيبته وايد خفيفة وفي نفس الوقت تغطيته وايد قوية وتتم طول اليوم على البشرة. باخذ منه تقريبا 3 pumps وبوزعهم على الوجه. طبعا انا في السفر كذي كنت اوزع بهالطريقة، بحط تحت عيوني اول شيء. وهذا الكنسيلر لازم تشتغلون فيه بسرعة، وبحط على المناطق اللي احس ان انا احتاج فيها تغطية. وببدأ في التوزيع. طبعا في التوزيع بستخدم هاي الفرشاة اللي وايد احبها حق السفر، ميك اب فور ايفر ستريت اند ويفي رقم 122. تقدرون تحصلون فيها في ماك بعد اعتقد وفي سيجما. بس الحلو في هاي الفرشة اني بصراحة استغني معاها عن البيوتي بلندر وتدمج كل شيء بشكل طبيعي وحلو. واقدر طبعا استخدمها على كل الوجه. اذا تم عندي شوية من الكنسيلر بعد احطه على المناطق اللي تحتاج تغطية. طبعا من كثر السفر اخر فترة سافرت 3 اماكن هالشهر، فبشرتي وايد تعبت، خصوصا اول سفرة كانت بشرتي مأساة. كنت مغيرة الميك اب ريموفر مالي وسوالي حساسية في كل وجهي. عقب ما وزعت الكنسيلر وطبعا استخدمته كفاونديشن، لان في السفر ما احب احط طبقات على وجهي، فاستخدم الكنسيلر عشان يعطيني تغطية حق كل شيء في نفس الوقت يكون شوية خفيف على الوجه. الحين بستخدم الهايلايتر طبعا من YSL توش اكلا رقم 2 ينفع حق بشرتي كهايلايتر، واستخدمه تحت العين. عشان يطلع البرودكت لازم شوية تضغطون عليه من تحت. طبعا توش اكلا غني عن التعريف، I think صار له أكثر من 15 سنة. عقب ما وزعت التوش إكلا نفس الشيء باخذ نفس الفرشاة من ميك اب فور ايفر وبوزعها. هذه الفرشاة وايد عجيبة لأنها تعطي وايد ناتشرال لوك، لكن في نفس الوقت ما تسوي خطوط، تدمج عدل. كل السفرة وأنا استخدمها، ما استخدمت البيوتي بلندر أبداً.
فوايد توفر وقت. والحين صار وقت الباودر، بستخدم مثل العادة لورا ميرسييه ترانسلوسنت باودر. بما اني حطيت طبقتين من الكنسيلر راح احط الباودر تحت العين، لكن انتو تعرفون انا بشرتي مختلطة، فبحط هني وهني بعد. اللي بشرتها جافة او عادية او ما تحتاج انها تحط باودر عشان يخفف الزيوت طول اليوم ما تحط، او you can skip this step. بالبيوتي بلندر باخذ من الباودر ووزع اول شيء تحت العين، انا ما استغني عن هالخطوة حتى في السفر لانها فعلا ساعدني ان الميك اب يثبت والتغطية تتم، واكيد ما يصير فيه اويلينس خلال اليوم او ما تطلع الزيوت. طبعا مثل ما تعرفون لازم اخلي الباودر تقريبا اقل شيء 5 دقائق، وفي السفر انا اخليه بس 5 دقائق. ففي هالوقت بسوي كنت بقول رموشي، بسوي حواجبي. خذت معاي في السفر هذا الايبرو بنسل من استي لودر، ذا براو مالتي تاسكر رقمه دارك برونات، وايد حبيته. هذا من النوع اللي يكون مثل مثلث التب ماله، ما ادري اذا سوى فوكس او لا. وفي بعد برش تقدرون توزعون فيه البرودكت، فوايد ينفع للسفر لانه سهل وسريع. فالحين اول شيء شويه بشيل من الباودر اللي تجمع على الحاجب، وبرسم الحاجب بسهولة وبسرعة. وتقدرون آخر شيء توزعون اللون أكثر عن طريق الفرشاة اللي موجودة في القلم. بالنسبة حق الآي شادو صراحة أنا ما أحط دائما في السفر، بس خف معاي just in case، وخذت معاي هالعلبتين الصغار عشان يكونون travel friendly في نفس الوقت فيهم كل الألوان. خذت ماك أمبر تايمز 9، هذه أتوقع دايما موجودة في ماك، فيها الألوان الترابية الذهبي البني اللي تنفع حق اليوم. وخذت معاي من كيكو ميلانو بعد، I think سويت منها tutorial، اسمها كيكو باي سوبر دوبر less is better، فيها بعد نفس الألوان. طبعا حق السفر ما بتحتاجونكم تسوون أشياء بهلوانية، الألوان الترابية تكفي وتوفي. ف بحط شيء وايد بسيط وخفيف وطبيعي، ومثل ما قلت لكم أكثر الأيام ما كنت أحط أي شادو حتى، فبس بمد لون واحد تقريبا اللي هو كورك من باليت ماك. هذا اللون يناسب تقريبا على كل انواع البشرة. بس تقدرون تحطون لون اغمق في الكريس، بس انا صراحة حق السفر ما كنت احط. بشيل الحين الباودر، تقدرون تستخدمون اي برش مناسبة وتشيلون فيها بالزيادة. طبعا في السفر ما استخدم لا لاينر ولا رموش ولا شيء، فبيكون التركيز اكثر شيء على الماسكارا. بستخدم تو فيست بيتر ذان لاف ماسكارا الترافل سايز عندي، وبعد بستخدم معاها ماسكارا ثانيه. اكثر شيء اجيبه معي في السفر هو الماسكارات، لاني اعرف ان الرموش هي اللي بتكون الفوكس في الميك اب. وبستخدم بعد ماسكارا استي لودر سامشوس سامشوس نوك اوت كالمسكرة الثانية. بعد ما خلصت المسكرة الحين صار وقت الكونتور، وبستخدم هولة
من بنفيت هذا برونزر مات، وايد حلو حق البشره، حجمه صغير وايد مناسب حق السفر بعد، ولونه مايل على رمادي. باخذ هالفرشاه من جلوسي ميك اب اسمها كونتور، وايد عجبني لونها وشكلها. بحط منها شويه وبسوي فيها كونتور حق التشيك بونز. الحلو في هالبرونزر انه وايد باتري وبسهولة يندمج. باخذ الحين فلافير براش وبدمج فيها كل شيء. والحين باخذ بلاش نمبر 14 طبعا من ميك اب فور ايفر، وبحطه على الخدود. وباخذ الحين الهايلايتر اللي هو سوفت اند جنتل من ماك، مع الفرشاه مالت الهايلايت من انستيجا بيفرلي هيلز رقم 823، هذه وايد حلوه. وهذا الهايلايتر وايد ساتل وخفيف وحلو حق السفر. It's not too much. اخر شيء واهم شيء هو اني باخذ كلينكس وبمسح فيه، مثل ما تشوفون صار فيه كونسيلر على الشفايف، فبتاكد ان الشفايف ما في عليها ولا شيء. من عقبها بحط الليب بالم. عقب ما مسحت الشفايف الحين بستخدم الليب بالم. عندي هذا البنانا ليب بالم من توني مولي، هذه الماركة الكورية اللي تحصلونها في سيفورا. وايد حلو هذا الليب بالم، واحسه وايد يرطب. اخر خطوة باخذ فيكس بلس من ماك وبرش على الوجه، وبكذي بيكون خلصت كل الميك اب. طبعا هذا هو اللوك النهائي، مثل ما شفتوا لوك وايد بسيط وخفيف وناعم، وفي نفس الوقت يتم معاي طول اليوم وانا في السفر. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، حطولي suggestions شنو تبون تشوفون المرة الجاية، وان شاء الله اشوفكم قريب. باي.